بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد حمادة Assistant Professor Food Hygiene Department of Food Hygiene and Control Faculty of Veterinary Medicine University of Sadat City Egypt. المحاضرة السابعة إن شاء الله من سلسلة محاضرات الميت هيجين، وهي بعنوان Animal Slaughter Part 2. الـ Animal Slaughter بيقع في منطقتين أساسيتين، منطقة ديرتي ومنطقة كلين. إحنا خلصنا معظم المنطقة الإيه؟ الديرتي، ووصلنا بيها إلى الـ Slaughter the Animal أو سلوتر دي كاركس. كاركس مقفولة لسه ما فتحناهاش، تمام؟ هذه الكاركس بتبقى سترايل، ميكروبيولوجيكالي سترايل تماما، تمام؟ البودي كافيتيز، ماشي، الكاركس تيشوز في الهيلسي انيمال بتبقى سترايل. طيب فيما عدا ذلك، الخارج بتاعها ان كونتراست السكين اوف ذا انيمال اتس بودي اورفيسز والانسايد اوف ذا جات contaminated with ايه؟ contaminated with dirt and ايه؟ and bacteria. ومن هنا يأتي تدخل بقى للايه؟ او يفتح الباب لينا للمنطقة الكلين. وهبدأها بايه؟ هبدأها بموضوع ان انا اعمل ايه؟ removing the skin. ان انا بعمل ايه؟ بعمل skinning، بعمل scalding، بعمل dehairing. وده المدخل بتاعنا للدريسنج والإفاسيليشن والكليننج. والغرض الأساسي للدريسنج والإفاسيليشن والكليننج هو remove the skin together with associated hair or feathers, removing the gut and the non-edible parts of the body. ويشمل بيبدأ بالسكينينج ثم الإفاسيليشن، شيلينج، الكاتينج، الفريزينج، الدليفري بعد ذلك. طب أنا بعمل ليه أصلا الدريسنج والإفاسيليشن والكليننج؟ أولا to prevent or reduce the carcass contamination. تاني حاجة reduce the pathogens risk. تالت حاجة prolong shelf life of the stored meat. في المودرن سلوترينج سيستم الدريسنج ده بيتم، تمام، carried out with the animal hanging by its hind leg from an overhead rail system from the time it has been slaughtered. يتعلق الحيوان وتبدأ يمشي العامل خطوة خطوة. The system operates as a production line with a single job for each man. كل واحد بيعمل خطوة. أما بالنسبة للتراديشنال بقى لا، ده بيحصل إيه؟ واحد بس يعمل كل حاجة. يبقى التراديشنال دريسنج on the floor one or more would process a single animal carrying out all the procedures to produce the dressed carcass. طيب بالنسبة للشيب والكاتل، الأسوفيجاس is sometimes tied، بيتربط، ماشي، الأسوفيجاس إيه؟ يتربط، تمام؟ أو closed with a clip ليه؟ to prevent the backflow of rumen of rumen content، عشان الإيه؟ rumen content prevent it to be backflow. في نفس الحيوانات دي برضو in these species the head عند the occipital atlantal joint والleg عند الكربل أو below الكربلز في الفورليج وbelow الترزلز في الهايند ليج ويركت، بنقطع الرجلين فوق وتحت، فوق ايه؟ فوق وتحت. خلي بالك ده مش هيبقى موجود في الايه؟ في البيج. طيب ابدا عمليه الايه؟ السكيننج او عمليه الدي هايدنج، ان انا اشيل السكين بتاع الايه؟ بتاع الكاتل. خلي بالك برضو ان ده مش هيبقى موجود في البيج، لان مفيش سكيننج في الايه؟ في البيج. ريكوايرز طبعا كونسيدربل كير، ريكوايرز سكيلز مهمه جدا. ليه؟ عشان افويد الكونتامينيشن وافويد الدامج. السكين لازم يبقى سليم ونوت كونتامينيتد. ده بيتطلب ايه؟ سكيلز، وبيتطلب ايه؟ كونسيدرابل ايه؟ كير. طيب بيبدا ازاي موضوع السكيننج؟ انيشيال شورت كات ويز ا نايف along the ventral midline between the hind legs of the suspended animal. المكان ده بالظبط كده، التقاء هذا اللاين مع هذا اللاين يعمل لي ايه؟ الفتحه اللي انا هبدا ايه؟ اللي انا هبدا بيها. بعد كده الكات اللي انا فتحته ده هو ابدا اخده ناحيه الامبليكس، داون وورد ناحيه الايه؟ الامبليكس، واب وورد along the free ايه؟ the free hind ايه؟ the free hind ايه؟ limbs towards the hook. ابدا امشي كده وامشي كده وامشي ايه؟ وامشي ناحيه الامبليكس. وبناء على هذه الفتحات اللي انا فتحتها السكيننج then proceed from these incisions. من هذه الفتحات ابدا اقطع كده واقطع كده، يبقى انا كده بدات ايه؟ خلاص كده السكين اتفتح. بعد ما يتفتح ممكن لا اما اشده مانوال، لا اما ممكن ايه؟ ممكن ميكانيكال هايد بولر may be used to pull ايه؟ to pull the ايه؟ to pull the hide بهذا المنظر. بعد كده ابدا بعد كده resuspend the carcass from Achilles tendons of the hind ايه؟ of the hind legs using ايه؟ الجامبرلز. بهذا علقها مره ثانيه، وبعد ما بعلقها مره ثانيه اعمل ايه؟ بعد كده ابدا to evacuate the animal، بعمل cut
is made around the anus زي ما احنا شايفين كده في المكان ده. ثم then a ventral incision along the whole ventral incision along the along the whole length of the carcass allowing طبعا الفتحة من هنا لهنا كده تسمح لي ان انا اخرج الريكتم اخرج الريست اوف ذا جات اخرج الرومن كل ده يخرج بي ريموفد فروم فروم ذا ابدومينال استمر في التقطيع بتاعي وفي الخط بتاعي ان انا اعمل this cut continues through the breast bone اللي هي sternum allowing access to thoracic cavity ابدا اقطع في اقطع في الاسترنم بمنشار وخصوصا في الـ في الـ في الـ في الـ في الادلت او الماتيور كاتل محتاجه في الحاله دي محتاجه منشار محتاجه بريسكت سوينج تمام عشان اقطع فيها وده يسمح لي بالدخول لمنطقه التشيست ومن ثم لما دخلت منطقه التشيست بعمل الدايفرام الاول كات راوند اول حاجه ثم التراكية اللنج الاسوفيجس الهارت الليفر ريموف توجذر از بلاك العليقه دي كده على بعضها اسمها البلاك الكاركس بعد كده الزين سبلت بعد كده سبلت اقطع الكاركس بعد كده بعد ما خلصت موضوع البلاك اقطع الكاركس نصين ازاي سبلت انتو تو سايدز باي سوينج داون ذا باك بون الباك بون اهي اتقسمت نصين بالمنشار بقى عندي الكاركس نصين قد بعض نصين قد بعض بعد ذلك اعمل ابدا اعمل اعمل تريمنج بقى وهز بالكاركس كده من الانصاص اللي اتعملت دي اند سام تايمز ريموفال اوف كيدنيز اند اذر بارتس بعد كده ذا كاركس از انسبكتد اعمل انسبكشن الكاركس ووشد ويد تتوزن جريدد تاخد الجريد بتاعتها بعد كده بليزد ان ان شيلر تو كول احطها في الشيلر عشان تبرد وكده تبقى جاهزه للدليفري بعد كده البيج فيه شويه اختلافات البيج ار جنرالي نوت سكند except for making a big skin leather لو انا هعمل يبقى في الحاله دي بعمل له سكن but the hair is removed by scrubbing الهير بنشيله بالايه بالسكرابنج يعني طب ايه السكرابنج ده اللي هو باسنج ذا كاركاس بتوين ريفولفنج بادنز ملاقيط ملاقيط كتيره في مكان كده بتبدا تاخد تاخد الهير بعمليه السكرابنج طب اللي بيساعدني في السكرابنج السكالدنج ان انا بعمل بسلق بصمت البيج الاول يبقى ذيس فاسيليتد باي سكالدنج السكالدنج اللي هو اميرشن اميرشن للبيج في التانك التانك ده درجه حرارته كام 60 درجه مئويه لمده خمس دقائق ذا سكالدنج تانك تين تو اكيوميليت لارج اكاونتس اوف ديرتس اند بكتيريا يبقى في كميات كبيره جدا بقى من الديرت والبكتيريا في في هذا التانك ولذلك يفضل بدل ما احطه في تانك بالمنظر ده يفضل الفيرتيكال سكالدنج بحيث يبقى في كوندنسد ستيم اوفر ذا هانجينج كاركاسز از سام تايمز يوزد اند مي بروديوس مور كلينر كاركاسز ده يفضل يعني ثم بعد ذلك الكاركس بعد كده بعد ما 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 ما, ما عملنا لها عمليه سكرابنج بعد كده عملنا لها ووشنج كلين ويز ريفولفنج ويز ريفولفنج براشز اند ذا تونيلز تونيلز ريموفد التونيلز ريموفد تونيلز دي ريموفد اهو ثم بعد ذلك اخش على عمليه سينجينج السينجينج ده اللي هو ذا كاركاس باس ثرو اجاز فليم زي ما احنا شايفين كده تمشي على جاز فليم which burn off any remaining hair لو في بقى شعر متبقر كده هذا الفليم بيشيله maybe used دي عمليه اسمها سينجينج ماشي ثم بعد ذلك ذا فيت ار ليفت اون ا بيج كاركاس هنا الفيت ما بتتقطعش بقى زي ما عملنا في في البيج بلو ذا كاربل وبلو ذا تارزل لا ما بيحصلش ده تفضل الرجل زي ما هي فبيقول لك ذا فيت ذا فيت ار ليفت اون ذا بيج كاركاسز اند ذا هيد از اونلي ريموفد الهيد بس هي اللي ريموفد ات ات ا ماتش لارجر ليتر ليتر ستيج فالهيد بس هي اللي ريموفد لكن الليجز بتفضل بتفضل موجوده او الفيت بتفضل موجوده بالنسبه بالنسبه للبيج ده كده النورمال سلوتر اللي احنا اتكلمنا عنه في الجزء اللي فات ثم المحاضره السابقه ده كان نورمال سلوتر في بعض الانواع من السلوترنج بتبقى بيسموها الابنورمال تايبس اوف سلوتر زي زي مثلا حاجه اسمها السانيتري سلوتر يعني ايه سانيتري سلوتر اللي هو السلوتر اندر سبيشال بريكوشنز فين في ايزوليشن بلوك لمين فور سسبكتد اور انفكتد انيمال ده نوع من انواع الابنورمال نقدر نقول عليه abnormal. في نوع تاني اسمه الستيلسي سلوتر وده illegal سلوتر outside الاباتوار وزود veterinary inspection واللحمه اللي بتطلع منه بنسميها سلينك ميت او بيسميها لحم وقيع لحم وقيع تمام التالت النوع التالت من الابنورمال تايبس اوف سلوتر هو الفايند سلوتر
اللي هو ايه، اللي هو السلوتر اوف ديد انيمال، وده الليجل، الحيوان ايه يتذبح بعد ما مات، بعد ايه ما مات. وهنا في سؤال بيطرح نفسه مهم جدا، وهو هاو تو ديفرنشيت بين هوت اند كولد سلوتر، يعني ازاي تفرق بين حيوان ذبح وهو ميت، او ذبح وهو ايه حي. اللي ذبح وهو حي بنسميه هوت سلوتر، اللي ذبح وهو ميت بنسميه كولد سلوتر. ازاي نفرق؟ اول حاجه عندنا بيقول لك الهوت سلوتر ده اللي هو الحيوان الحي اللي اتذبح وهو حي will be having less blood content special in halal method of slaughter. ليه؟ due to proper neural connection between CNS والهارت. CNS شغال والهارت شغال، فالدم كله بيخرج، فمبقاش في عندي دم الا قليلا جدا جدا في الهوت سلوتر ده. اما الكولد سلوتر ده انيمال البليدنج بالحاله دي بيبقى بور. ليه؟ most of the volume of the blood will remain في الانترنال اورجانز اند بلاد فيزلز، وبالتالي in these carcasses organs may drip while removing. طيب ازاي نفرق بين الهوت سلوتر والكولد سلوتر؟ ايضا بنفرق بينهم بحاجات مهمه جدا. اول حاجه بالاباتوار فايندنج، الحاجات اللي انا بشوفها بعيني في الايه، في المجزر، ثم باللابوراتوري اكزامينشن سواء فيزيكال او كيميكال تيستس. اول حاجه عندنا بالنسبه للاباتوار فايندنج، السلوتر ووند نفسه، الجرح نفسه او المكان اللي انا ذبحت فيه، المكان اللي انا ذبحت فيه ده بيسموه سلوتر ووند. في الهوت سلوتر كان نوت ريتيند، ما اقدرش المه تاني على بعضه. في الهوت سلوتر الحيوان المذبوح وهو صاحي ما اقدرش الم الايه الفتحه بتاعه الذبح او الجرح بتاع الذبح على بعضه تاني، الشفتين دول ما اقدرش المهم مره تانيه على بعض. اما في الكولد سلوتر يتلم عادي خالص، كان بي ريتيند. اما اللبس اوف سلوتر ووند، اللبس نفسها بتبقى الريجولر في حاله الايه، في حاله الهوت سلوتر بتبقى الريجولر، اما في الكولد سلوتر بتلاقي اللبس نفسها سموث، ما فيش فيها ريجولاريتي لانه خلاص بقى الحيوان ميت اصلا. طيب النقطة الثالثة اللي هي التيشو ابزوربشن اوف بلاد، في المكان اللي انا ذبحت فيه، اللي انا بدأت فيه الذبح ده، هو الاقي التيشو ابزوربد ويز بلاد في حالة الهوت سلوتر، اجي اعمل لها ووشنج كانوت بي ايه؟ كانوت بي ووشد. اما بالنسبة للكولد سلوتر كان بي ووشد، سهل جدا لانه مات خلاص. اما بالنسبة للنقطة الثانية اللي هي لابوراتوري اكزامينشن، ممكن في فيزيكال اكزامينشنز اقدر اكشف بيها ان الحيوان ده اتذبح بعد ما مات او اتذبح وهو حي. الفيزيكال اكزامينشن بتكشف عن وجود البلاد اللي هي بيسموها البليدنج تيستس، التستات اللي هي بنستخدمها للكشف عن الايه البليدنج او الويل بليدنج. في منها فيزيكال زي البلوتنج بيبر تيست، فلتر بيبر بريسنج تيست، هيموجلوبين اكستراكشن تيست، هيموجلوبين ديفيوجن تيست، ودي تيستاتها المفروض في الجزء العمل ان شاء الله هنبقى نشرحها بالتفصيل في محاضرات عمل يعني. الكيميكال اكزامينشن زي الاسيد ملخيه جرين تيست، ريدرز تيست، السودو بيروكسيديز تيست. وهنا جاوبنا على السؤال ان انا افرق ازاي بين الهوت والكولد سلوتر. طيب النوع الرابع من الانواع الابنورمال تايبس اوف سلوتر هو الامرجنسي ماشي اند كاشولتي سلوتر، كاشولتي سلوترز. الامرجنسي سلوتر اللي هو ايه؟ ريليتس تو هيلث، دايما بيبقى ريليتد للهيلثي انيمال، حيوان هيلثي انيمال ولكن جاله فجاه ايه؟ فيزيكال اكسيدنت، سافرد فروم ايه؟ فيزيكال اكسيدنت او انجري، فيزيكال اكسيدنت او ايه او انجري، ودي عملت ايه؟ عملت اكيوت بين، يبقى الامرجنسي سلوتر فيه اكيوت بين، اما الكاشولتي سلوتر ده بيبقى كرونيك ديزيز ما فيش فيه بين. طب الامرجنسي سلوتر زي ايه؟ زي الفراكشرز، السيفير انجريز، اليوتراين برولابس، الديستوكيا، التيمباني، البوست باردر انتيوتراين هيموريج في الكاو، البريكنس توكسيميا في الشيب، الجوينت ايل والنيمونيا في الكافز. اما الكاشولتي سلوتر بقى ده ريليتد للانيمالز اللي هي سفرنج فروم كرونيك كونديشن، وكرونيك كونديشن يعني مش لازم يكون في اكيوت بين ولا حاجه، في بين ولكنه ليس اكيوت ماشي، الماستايتس، كرونيك ارثرايتس، هايبوكالسيميا، هايبو ماجنيزيميا، الحاجات دي كلها ده تعريف الامرجنسي والكاشولتي ايه؟ كاشولتي سلوتر. طيب ايه هي الكاتيجوريز بتاع الامرجنسي سلوتر انيمالز؟ بدايه الحاله بتاعه الامرجنسي سلوتر او الكاشولتي سلوتر انيمال لابد ان هي تروح في خلال ساعه للمجزر، لو اتاخرت عن كده يبقى تروح في ايه، في تبريد بقى، درجه حراره من 0 ل 4 فروم 0 ديجريز ل 4 ديجريز سنتيجريد. طيب ايه هي الكاتيجوريز بقى بتاع الامرجنسي سلوتر؟ اول كاتيجوري ان الحيوان يوصل للمجزر الايف ولكنه في موربند ستيت، يعني ايه؟ يعني في حاله احتضار، حاله ايه؟ احتضار. في الحاله دي الانيمال ماست بي اكامبانيد باي ان انفورميشن ديكليريشن، لازم يبقى في معاه انفورميشن كويسه جدا ودوكيومنتس مهمه جدا كومبليتد باي ذا اونر اوف ذا انيمال، تمام. اما الكاشولت سلوتر انيمال اللي هو بيعاني من كرونيك ديزيز must not transported unless they are fit for the intended journey، لو كان جاهز للرحله ماشي، مش جاهز والمين يقرر الكلام ده؟ ممكن يقرره الدكتور البيطري. ولذلك ايه في حاله الدوت او الشك يبقى الفيترينري ادفايس هنا مهمه جدا، كان بيتيك، تمام.
طيب الارنجمنت مع السلوتر هاوس ماست بي ميد بيفور سيندنج ساتش انيمال. قبل ما ابعت الحيوان بظبط مع المجزر انا جايب لكم حاله كذا كذا عشان يبقوا جاهزين للايه لهذه الحاله لانها حاله ايه ايمرجنسي. طيب الجادجمنت بيعتمد على ايه؟ الجادجمنت في حال في الحاله دي بالتحديد اللي هي حاله ان مواصل حي وفي موربند ستيت بيعتمد على الديتيلد بي ام اكزامينشن ان انا اعمل جود بي ام اكزامينشن للكاركاس بارتس للاورجنز للسيرس ممبرينز. بتعتمد ايضا الجادجمنت على الاوبزرفيشن اوف ديجري اوف سيتنج ديجري اوف بليدنج الفات كلر. بتعتمد ايضا على اللابوراتوري اكزامينشن اللي انا بعملها لهذا الايه لهذا الحيوان وبتعتبر هي الفاينل جادجمنت في حالات السسبشن. الكاتيجوري رقم 2 من الامرجنسي سلوتر كيسز او الكاجوالتي سلوتر كيسز ان الحيوان يوصل سلوتر مذبوح ولكنه ما اتعملوش ايفاسيريشن. يعني ايه؟ يعني حيوان مقفول لسه، حيوان مقفول ايه؟ لسه. طب هنا الامرجنسي سلوتر ديكليريشن از ريكوايرد برضه، طبعا لازم يبقى في معلومات، ده اتذبح ازاي؟ اتذبح ليه؟ ايه السبب؟ وهكذا. لازم يبقى في معلومات جيده جدا. ماشي؟ فور انيمالز سلوتر او سايد اوف السلوتر هاوس. طيب الجادجمنت بيعتمد على ايه في الحالات اللي زي كده؟ بيعتمد على سبب الكونديشن ايه؟ سبب الحاله نفسه ايه؟ الديجري اوف بليدنج، ديجري اوف سيتنج، الكونديشن اوف ميت، الريزلتس بتاعت لابوراتوري اكزامينشن. حكمي بيعتمد على الاشياء دي. طيب الحاله الثالثه ان الحيوان ارايف ان ذا فورم اوف ذا ريزد كاركس. هنا بقى دخلنا في مشكله ومعضله كبيره. ايه المعضله اللي هنا بقى؟ اولا بتبقى صعب جدا في الجادجمنت لانه الحيوان واصل في صوره كاركس. ممكن الاعضاء كلها موجوده، بعض الاعضاء موجوده، هنشوف الحالات دي دلوقتي. فهو بيبقى ديفيكالت في الجادجمنت. عند الارايفل للابطوار الانسبكتور شود اسيرتن ذات. هنا بقى مهم جدا ان الانسبكتور يتاكد من حاجتين مهمتين جدا. الحاجه الاولى ان الحاله اللي جايه له دي فري فروم انثراكس. وفي حالات الانثراكس بيبقى فيه بلاك او تاري بلاد اوزنج فروم ناتشر اورفيس. بناخد بلاد سمير من البريفرال سيركيوليشن في الكاتل والشيب او من الثروت في البيج والاكواين ونتاكد ان مفيش ايه؟ ان مفيش انثراكس. الحاجه الثانيه اللي لازم يتاكد منها الانسبكتور قبل ما يعمل اي حاجه ان هي ايضا ايه نوت فايند سلوتر. يعني الحيوان ده ما ماتش ثم ذبح بعد الايه بعد الموت نوت فايند ايه سلوتر. يعني وهنا بيقول لك ان الديد انيمالز اللي ما معاهاش سيرتيفيكيشن لا ما نعملهاش دريسنج. لو جاي لي حيوان ميت للمجزر وما معاهش شهاده بتقول او معلومات بتقول اي حاجه لا ده ما عملوش دريسنج اصلا. اضافه الى ذلك هذه الحاله اللي جايه لي لابد ان انا اتاكد ان هي فري فروم انثراكس تشيكد فور انثراكس. وبعد كده ما دام جاي لي الحيوان ميت ميت يعني لو كان الحيوان اللي جاي لي ده ذبح بعد ما مات خلاص في الحاله دي ايه ريموفنج فور ريندرنج او بيريد. لا اما هدفنه لا اما ادخله في الريندرنج واحوله لايه لحاجات ايه لحاجات اخرى ممكن علف وحاجات زي كده. وموضوع الريندرنج ده موضوع تاني في الباي برودكتس اللي بنتكلم عليه. يبقى اذا لازم الانسبكت يتاكد ان هي الحاله اللي جاله ديت مفيش فيها انثراكس وان هي لم تذبح بعد ما ماتت. بعد ايه؟ بعد ما ماتت. طيب الحاله ده هي اللي احنا لسه متكلمين عليها دي ان الحيوان واصل دريس دي كاركس لها ثلاث حالات. لها ثلاث ايه حالات. الدريس دي كاركس دي لا اما تكون جايه الانترنال اورجنز كلها موجوده وده يبقى كويس جدا. في الحاله دي بعمل ايه؟ بعمل روتين بي ام انسبكشن وذ سبيشال اتنشن تو ذا ستيت اوف بليدنج والديجري اوف سيتنج والابنورمال كلر والاودر بتاعت الميوكس والسيرس ممبرينز. الحاجه الثانيه برضو بشوف السبب بتاع الامرجنسي سلوتر وفي نفس الوقت بعمل لابوراتوري اكزامينشن خصوصا بكتيرولوجيكال. وبناء على الكلام ده ببدا احكم على الايه؟ على الكاركس اللي عندي. طيب لو الحاله جايه ما فيش فيها اورجنز خالص لا اعدام على طول. طيب الحاله الثالثه لو جاي لي بعض في بعض الاورجنز المهمه مفقوده. في الحاله دي اعمل زي ما عملت في رقم واحد كل خطوات واحد بعملها بضيف عليها كمان الليمف نودز بشوفها بختبرها للانلارجمنت للهيموريج للتي بي ده بالنسبه للليمف نودز. الكدني ايضا بشوف الديجري اوف بليدنج. البروتينيوم والبلورا برضه اختبرها لموضوع الاستريبنج. البويلنج والروستنج تيست بيتعمل. البي اتش اكزامينشن بتتقاس. بكتيريولوجيك اكزامينشن ريزيدو ديتكشن. انفلاميشن لليوترس للقدر للانتستين والفيرتبري انفلاميشن للحاجات دي كلها وكمان الفيرتبري لمين؟ للتيوبركلاس كيرز نوع من انواع التي بي اللي موجود في الايه؟ في البول. الفيرتبري تحديدا في الكاتل والبيج بختبرها عشان الايه؟ اشوف الايه؟ التي بي كيرز تي بي ايه؟ كيرز. دول الثلاث حالات بتوع الايه؟ بتوع لما يكون الكاركس جيالي ماشي درزد
جالي ادرس، لا اما الاعضاء كلها موجوده، لا اما احد الاعضاء، لا اما الاعضاء كلها مش موجوده، او احد الاعضاء مفقود. احد الاعضاء ايه؟ مفقود. هنا بقى في الامرجنسي سلوتر له فاينل جادجمنت. الفاينل جادجمنت بالنسبه للامرجنسي سلوتر ماخدوش الا بعد 24 ل 48 ساعه، يعني 24 48 اورز بعد الايه، بعد ما تجيلي للايه، للمغسل. ليه؟ عشان allow rigmotes to develop، allow ان اوديما تو ريزولف، وفي نفس الوقت ويتنج للايه، للريزلت بتاعت اللابوراتوري اكزاميشن. خلاص استنيت الوقت ده تمام، واستنيت 24 ساعه و48 ساعه ابدا اخد القرار بتاعي. Only in emergency slaughtered animals show no evidence of disease. Carcass set well. Looks normal in every way. The judgment في الحالة دي pass and fit for human consumption. طيب لو كان بقى حاجة تانية، any hazards or any dangerous of hazards condition or disease or any suspicion after bacteriological examination, any abnormal color or odor, contamination, deterioration, the carcass في الحالة دي should be condemned. ده حكم النهائي على حالات الايه، الذبح الاضطراري او حالات الكاشولتي سلوترز اللي هي بنقول على حالات الذبح الايه الاضطراري. وده كده يعتبر انتهى عندنا الجزء الثاني من المحاضره اللي هو بيتكلم عن الابنورمال تايبس اوف سلوتر. يبقى الجزء الاخير من المحاضره وهو الكلام عن السلوتر مال براكتس كونديشن. ايه هي بقى السلوتر مال براكتس كونديشن؟ اخطاء بتحدث اثناء عمليه الايه، فولتس اوكيرنج ديورنج سلوترنج. Conditions occur due to bad technique or mistakes during slaughtering or stunning. These conditions have bad effects on the appearance of meat and or carcass keeping quality. زي ايه؟ اول حاجة عندنا حاجة اسمها slaughter spleen. والslaughter spleen ده بيحدث اثناء القيام بالبيثنج تكنيك. البيثنج تكنيك ده تكنيك زي ما احنا قلنا قبل كده بيتعمل اثناء عملية الستاننج، وخصوصا بالكابتيف بولت جن. ببدا اكد على موضوع الستاننج باستخدام البيسنج ايه رود. البيسنج رود ده لو مور ذان 60 درجه 60 سنتي، يعني 60 سنتيمتر، لو اكتر من كده، لو اكتر من كده هيعمل لي مشكله. ايه هي المشكله اللي بتحصل؟ بيحصل حاجه اسمها ايه بقى، يؤدي الى ديجري اوف بليدنج انترفيرنس. ازاي؟ الروت ده هو destroy the spinal cord roots of the greater splanchnic nerve، وده بيعتبر هذا النيرف هو المسؤول او المين فازو كونستريكتور اوف ذا ابدومينال كافيتي. لما بيحصل له destruction لهذا الايه، لهذا الفازو كونستريكتور، يبقى هيحصل فازو دايليتيشن، يؤدي الى فازو دايليتيشن في كل السبلانشنك blood vessels، يعني كل الابدومينال كافيتي بيحصل فيه ايه، يحصل فازو ديليتيشن وكونجيشن لكل الاورجانز الموجوده في الابدومينال كافيتي، الليفر، الكيدني، الانتستين، ومن ضمنها السبلين. ولذلك سميناها ايه الحاله، سلوتر سبلين. نخلي بالنا ان السلوتر سبلين مش شرط يبقى فيه انلارجد سبلين نتيجه الحاله دي فقط، لا، في حالات مرضيه كتير بتسبب انلارجد سبلين زي الانثراكس، اللوكيميا، الريد ووتر ديزيز، البلاد بارازايتس، او البروتوزو. نخلي بالنا في التشخيص. طيب حالة تانية من حالات السلوتر مال براكتس، وهي الباك بليدنج، او بنسميها الباك ستيكنج، او بنسميها الاوفر ستيكنج. ودي بتحدث في حالة الثوراسيك ستيكنج where the knife is passed too far towards the chest. يعني وانا بدبح كده الخنزير او الكاتل او اي، وانا بدخل السكينة دخلتها زيادة عن اللزوم. في الحالة دي the blura is punctured، بيحصل punching للبلورة، and the blood aspirated into the thoracic cavity and adhere to the parietal ايه بلورة. طيب ال internal wall في الحالة بتاع الثوراك especially around the area joined ribs مع vertebrae is covered with blood and blood clots، وبالتالي بتدخلني مشكلة contamination. if طبعا هذا ال contamination اللي حصل في الثوراسيك كيج كله ده، if not washed immediately، لو متغسلش مباشرة، it may necessitate the stripping of pleura and washing the rib cage. طبعا قبل ما اعمل stripping للبلورة لابد ان انا اعمل لها ايه، inspection كويس جدا، لان ممكن يكون فيها تي بي اصلا. طبعا الحالة دي بتبقى more common في البيج عن الكاتل والايه، عن الكاتل والشيل. الحالة التالتة اللي بيسموها البلاد ايه، البلاد splashing، او بيسموها shot meat، او بيسموها muscular hemorrhage. دي بتظهر ازاي؟ تظهر لإما بين بوينت، لا اما بتكيه الهيموريدج تمام، لا اما في صوره سبوتس ماشي، بتبقى دارك ايه، دارك ريد سبوتس،
not more than 1 سنتيمتر in diameter او في صوره ستريكس ماشي في صوره ايه ستريكس ماشي occurring when small capillaries in the muscle rupture تمام فممكن تظهر في الحاله دي ك ك ك وكان المصل واخده طلقه ماشي بير وين يعني كانها شوت ويز بيرد شوت كان في بندقيه بتاع الرش دي زي ما يكون مدي طلقات في الايه في اللحمه نفسها فسموها كده سموها بهذا الشكل شوت ميت طيب الحاله دي السبوتس ار موست كومن اون سيرفيسز ويزن ذا بودي كافيتي ار كومنلي فاوند ان ذا دايفرام and the four quarters and in the heart the lung the gallbladder وممكن تبقى موجوده في اي مصل ممكن تبقى موجوده في اي في اي مصل بيسموها البلاد ايه البلاد سبلاشنج البلاد سبلاشنج سببه ايه سبب البلاد سبلاشنج زي ما احنا شايفين كده سببه ايه سببه اول حاجه البريسلوتر ستريس سببه ممكن يكون الفايولنت مسل كونتراكشن ات ستاننج وسبب رئيسي هو الديلي بتوين الستاننج اند بليدنج يعني التاخير بين الستاننج وعمليه الذبح ذاتها يؤدي الى يؤدي الى جنرال انكريز ان بلاد بريشر هذا التاخير يؤدي الى جنرال انكريز ان بلاد بريشر في اللارجر بلاد فيزلز اند ان انكريز ان ذا اماونت اوف بلاد ان ذا سمولر ايه سمولر فيزلز وبالتالي يحصل ايه الميكانيزم بيحصل بقى ات ذا ستاننج البلاد بريشر بيرتفع والهارت ريت بيزيد لو ما فتحتش فتحه لهذا الحيوان ان يخرج البلد منه لا هيحصل رابتشر بقى في الايه هيحصل رابتشر في الديستندد سمولر بلاد فيزلز از كوزد باي فيجرس ماسل كونتراكشن ديورنج الكتريكال ستاننج اند ديورنج ستراجلينج افتر ستاكينج افتر ايه افتر ستاننج طيب ازاي نمنعه نمنعه ان احنا نحقق الايه لما بعمل ستاننج ما بسيبش فتره طويل فالبلاد سبلاش از ريدوسد تو ا فيري لو اوكيرنس اف ستيكينج از دان او ستيكينج او سلوترنج أو bleeding is done and the blood pressure released within a few seconds after after stun. إن أنا أفتح فتحة للحيوان اللي هينفجر ده إن يخرج البلد. This could be due to the fact that the blood pressure lowers quickly or is prevented from reaching dangerous high level at first. لما بفتح له الفتحة وأبدأ أذبح العام فعليا عشان يخرج البلد كده بقلل البريشر في داخل الايه الحيوان لكن أنا لو سبت فترة طويلة بين الستاننج وبين البليدنج هينفجر الحيوان من الداخل يبدأ يحصل ايه هذا الايه هذه المشكلة تمام الانفكتيف الكتريكال اور ميكانيكال ستاننج لو أنا عملت ستاننج مش مظبوط الكتريكال أو ميكانيكال يؤدي إلى البلد بريشر ايه يبقى عالي لمده طويله الفور لونجر ايه بيريود يؤدي لايه انكريز البلاد سبلاش انكريز البلاد ايه سبلاش الستاننج بالكابتيف بولت بيبقى اعلى في معدلات حدوث البلاد سبلاشنج عن الطرق الاخرى اللي هي الالكتريكال والايه والجاز يعني الالكتريكال والايه والجاز فانا لما بقلل من استخدام الكابتيف بولت بقلل من حدوث ايه هذه المشكله الجادجمنت اكستنسيف سبلاشنج بعمل كونتامينيشن ليه لان بتبقى ليس ديورابل ميت خلاص less extensive بقى meat used for processing طيب الحاله الرابعه من السلوترنج مال براكتس هي بيسموها الشولدر ستيكينج او بيسموها الفولس بروزنج في البيج وير ذا ستيكينج نايف از انسرتد تو فار اند ات ان كوركت انجل يعني انا بدخل سكينه في البيج وانا بذبح دخلتها بعمق شويه وفي نفس الوقت خدت انجل مش مظبوط penetrated into the ribs or the shoulder راحت ناحية الريبس أو راحت الشولدر thus allowing the blood to flow إيه to flow back into the shoulder pocket اتجمع البلد في الإيه في منطقة الشولدر الإفيوجن of blood أو البلد كلوتس في الشولدر giving an appearance somewhat similar to bruising بيسموها false إيه false bruising false إيه bruising الجادجمنت طبعا تجمع الدم في مكان زي كده خطير جدا لانه هيبقى عامل مؤهل ومساعد في حدوث الايه الفساد بتاع هذه اللحوم contamination of the affected parts to avoid early decomposition if blood left in this ايه in this area الحاله الخامسه اللي بيسموها split itches ايه split itches دي دايما تحدث في البيج يحصل fractures في البلفيك ايه fracture في البلفيك بونز تمام common in electrically stunned pigs تمام يحصل ان الهاي اوتبوت اوف الكتريكال كارنت هايند ليجز ار ستريتشد اوت فايلنتلي ستريتشد اوت ايه فايلنتلي ليدنج تو بيلفيك بون فراكشر الهاي بلاد بريشر اند ذا هارت از ستيل وركينج الهيموريدج اند ليجنز ريزيمبل البروزنج في البيلفيك ايه في البيلفيك اريا في البيلفيك اريا الجادجمنت
اذا كان اكستنسيف هيموريدج بعمل كوندمينيشن للهول ريجون، ليس اكستنسيف بعمل بارشال كوندمينيشن للافكتد ايه للافكتد اريا اونلي. ثالث حاجه اللي بيسموها الماشين دامج، اللي هو الدامج اوف ذا اوفر سكارد بيج كاركاس ان ذا ديهيرنج ماشين. في الديهيرنج ماشين لو في بيج اوفر سكارد هيحصل معاه المشكله دي اللي هي ماشين دامج. طب ايه هو الاوفر سكالدنج؟ اوفر سكالدنج يعني اتعرض لحراره كتيره اكتر من 60 درجه مئويه 60 ديجري، او قعد فتره طويله في السكالدنج تانج اكتر من 6 دقائق. يبقى في الحالتين دول بقى ايه؟ بقى مهري بقى شويه، بقى اوفر سكالد، وبالتالي يجي يدخل بقى في المكنه، يبدا يخش في المكنه بتاع الديهيرنج، يحصل بقى لاسيريتد اور بروكن سكين ويز لوس هير اتاتشد، يحصل كراش دي كاركاس الريبس والماسلز، ممكن الاستومك والانتستين يحصل لهم بيرست ينفجروا وبالتالي يعملوا كونتامينيشن للماسلز. الهير از انتر ميكسد ويز ماسلز، ودي مشكله كبيره برضه رخمه جدا. الجادجمنت تريمنج للافكتد اريا، لو حاله بقى اكستنسيف وفيها كراشنج وفيها والكاركاس توتالي، في الحاله دي بقى الكاركاس ايه توتالي كوندم، توتالي كوندم. الحاله الاخيره هي حاله الكونتامينيشن بقى الكاركاس كونتامينيشن، دي ممكن تحدث اثناء السلوترنج، ممكن تحدث اثناء الدريسنج، ممكن تحدث اثناء الايه اثناء الفيسريشن. السورسز بتاعه الكونتامينيشن ممكن من الحيوان نفسه، البلاد فروم سلوتر اكت، الديرت فروم هايد اند سكن، الكونتينتس اوف ذا اليمنتري تراكت، البايل فروم البانشرد جول بلادر، ممكن التولز نفسها والاكويبمنتس اللي بتستخدم في عمليه السلوترنج، ممكن الورك من نفسهم يكونوا سبب من اسباب الايه زي احنا شايفين كده، ممكن يكونوا سبب من اسباب الكونتامينيشن. الكونديشن اوف ذا سلوتر هاوس انفايرمنت، لو مثلا زي كده مثلا دبان مال، طب ما هو ده سبب الكونتامينيشن، ده السورس بتاع الكونتامينيشن. ايضا ممكن من السورسز اوف كونتامينيشن السلوترنج اون ذا فلور زي ما شايفين، هانجنج تو كلوزلي توجذر بوس ان سكند اند سكند كاركاسز، احط الكاركاس اللي عليها الجلد بتاعها بالشعر بتاعها جنب اللي هي متشال من عليها الايه الجلد او اللي هي ان سكند، تمام. الكاركاس سسبنشن تو لو، اعلق البتاع وهي قريبه خالص من الارض وكل الغسيل والحاجات والهيصه اللي محصوب تيجي عليها. كيرلس افيسريشن، كيرلس افيسريشن، كل دي اسباب من اسباب الايه الكونتامينيشن. ايضا من اسباب مشهوره جدا اللي هو الانسفيشنتلي كنترول تمبريتشر اوف ذا سكالدنج تانك. السكالدنج تانك بالنسبه للبيج درجه الحراره مش مظبوطه، وبالتالي طبعا ده بيعمل لي مشاكل كتير جدا في عمليه، لان درجه الحراره لو عاليه زياده تعمل لي مشاكل، ولو قليله تعمل لي مشاكل، فلازم تكون درجه الحراره بتاع السكالدنج تانك مظبوطه. في نفس الوقت السكالدنج ووتر نفسه مثلا قد يكون نوت بيريوديكال ريفريش، ما بيتغيرش، وبالتالي بيبقى سورس مستمر للكونتامينيشن which causes enormous dirt contamination. كل حالات هذه كل حالات الكونتامينيشن بقى الحكم فيها الكونتامينيتد بارتس ار تريند اند نوت واشد، يعني اما يكون في جزء كونتامينيتد قوي تمام، في الحاله دي ايه اعمل له تريمنج افضل، ما اعملوش واشنج، لان الواشنج بيعمل ايه سبيشال البريشر دووتر، بريشر دووت الواشنج ببريشر دووتر ممكن يعمل ديستريبيوت ويل ديستريبيوت ذا كونتامينانتس، ما بيحلش المشكله. الواشنج في الحاله دي بضغط ما بيحلش المشكله، ده بينشر الكونتامينانت اكتر، فالافضل التريمنج افضل من الايه افضل من عمليه الواشنج ببريشر خصوصا يعني، تمام. ده بالنسبه لعمليه الايه عمليه الكونتامينيشن. كده يبقى احنا اتكلمنا على النورمال سلوتر في بدايه المحاضره، ثم الابنورمال سلوتر في الجزء الثاني، ثم السلوتر مال براكتسز كيسز اللي احنا شفناها تباعا في المحاضره. وكده يبقى ان شاء الله انتهينا من جزئيه السلوتر، وبشكركم جزيلا على حسن الانصات وعذرا على الاطاله، ونلتقيكم ان شاء الله في المحاضره القادمه. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله.